السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، اليوم رايحين نتكلموا على دوار بيبي. دوار بيبي مقابل لوزينة ماطلة أطلس، قبل كانت لاكلاسير، وفوقها دوار مراكا أو جهة خيزو. بيبي هذا هو اسبانيولي، وكان عندها مغارة كبيرة شوية كبيرة. هذه هي المغارة تاع بيبي. بيبي اللي كان من أوائل هنا في الجهة هذه مات في 58. هذه المغارة هنا كان يربي فيها الحلوف، نعم، وكبيرة فيها واحد 8 أو 9 متر. المغارة كبيرة، راهي الظلمة شوية من هنا تشوفوها، كان يربي فيها الحلوف. من بعد جا سكن مورا هنايا قدر العلوي، قدر العلوي ربى فيها المعيز. ما نجمش ندخلوها، راهي موسخة وما عندنا حتى أي طورش باش نشوفوا الداخل شنو فيها. هذه هي المغارة. هذه كان يربي فيها بيبي الحلوف، هذه كان كلب هنا والده. هذه هي المغارة تاع بيبي، وعندها من نظر منا في الحنين في بانوراميك تاني. هذا هو اللي هنايا مطلع أطلس، نجي عم طارح قبله نعطي مطلع شغلي. يلا نتكسبرس جديد. هذيك هي، هذا هو الكبير يربي فيها الحلوف، ولكن الحاجة المليحة اللي كان فيه هي هو يحضر كل جنازة المسلمين وأعرس المسلمين. أين أعرس الجوارين ولا جنازة الجوارين، هو تلقاه الأول يحضر لهم، كان فيه الخير. لكن كان عندنا مرته يسموها روميليو، كان يضربها بزاف، أي حاجة يضربها عليها، أي حاجة يضربها، ريميليو يسموها. من بعد جاد اللي أدى بلاصته هو قدو العلوي، من بعد نتكلموا عليه. ولكن قبل ما ندخلوا دوار بيبي نتكلموا على عمي بو عبد الله اللي جاي في الدخله نتاع دوار بيبي. عمي بو عبد الله هو كذلك قريم هنا، كان عنده ولاد عبد القادر الهواري وحميد الله يرحمه والميلود، وعنده ثلاث بنات، ولكن هما خرجوا من راس العين قبل التهدام. هذه صفة مختصرة على عمي بو عبد الله. نجيب لكم ان انكدوت على هواري ولده الله يطول في عمره. هو من اولين اللي داروا السيرفيس ناسيونال في الجزائر. نهار اللي جا بيرميسيون من السيرفيس ناسيونال سقسيناه، قلنا كي داير الدعوة؟ قالنا ودي خرجت ميسيون وعطوني الراديو على ظهري. قال يعني تسمع يعيطوا 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 يعيطوا، قال لي كي درت على ودني نسمع شاشي كابور يغني. هذه بكل اختصار. نزيدو نقدمو كي ندخلو دوار بيبي، الأول على اليسرى هو عمي قنباطي، سموه قنباطي لخاطرش دار كان أنسيان كومباتون، وكان يفتخر بها بزاف، كان يلبس كل قياد ويدير في صدرها لي ميداي، وكان طير ديناميك. ولادها محمد الطيب جلول عابد ومحمد اللي هو ايميغري في فرنسا. نزيدو نقدمو ادروات ندخلو عند عمي الزواوي، انسان قليل وعاقل، عنده ولد واضح وعنده جمال والهواري، نظن لمانيش غلطة مع بنات. وحداه يسكن
عمي مقديش، داي اخت عمي زوال. عمي مقديش كانت عنده، كانت عندها امراه حديديه ومتقفة لاباس بها، كان عنده اولاده وربع شيلات، واحده ماتت الله يرحمها، وعنده عبد القادر اللي هو كان مدير نتاع بنك، عنده سعيد اللي كان في التليكومونيكاسيون، عنده ميلود اللي مات الله يرحمه هو جيولوجي، ومحمد اللي هو شاف في لاكومين، وعلي والحاج هم اولاد طيبين الله يطول في اعمارهم ان شاء الله. مولا عمي مقديش كاين عمي الحاج، حاج الصبيحي، عمي الحاج الصبيحي انسان قوي، عنده ربع اولاد، زوج شيرات وزوج شاشه، زوج ولاده وزوج ربته، كاين احمد وشيره ولاده، وزيان وطفله كبيره واحده اخرى ربته. نهضوا على زيان والطفله الاخرى، زيان هو اللي اونسيان مجاهد، هو ابوهم يسموه ابو هني بزيان خليفه، كان يسكن كيلا لبون عند عمي السهول، وباع الحوش تاعه ب 700 دولار عمي السهول في الخمسينات. كونداني امور زيان هذا كونداني امور حتى مجاهد بيان سير، ومن بعد بعد الاستقلال خدم في لاكازور، انسان لاباس به يلبس مليح، انسان مولا خير تري جينيرو الله يطول في عمره. عنده كذلك ولده احمد اللي راه مريض مسكين، الله يرزق الشفاء ان شاء الله. وعمي الحاج الصبيح الله يرحمه ويوسع عليه، عنده واحد الماء ما شاء الله ما تتكلمش، خلاص كل راس العين الجهه تاعهم يحبوها، كلنا نحبوها. عندها واحد المراه الله يرحمها ويوسع عليها، احدى عمي الصبيحي هو التالي من الجهه هذه اللي منا. كاين عمي الزيتوني الله يرحمه اللي عنده ثلاث اولاد، هما عائله كلها رياضيه، عندها الزيتوني محمد وقدور، هذو كانوا ديزونسيان بوكسور الله يشافيهم. عنده كذلك معروف، معروف اللي كان يدير السباق المتوسط مع رحوي، ميداي دور في 75، اول ميداليه ذهبيه جزائريه في 75 رحوي، وكان يجي مع حتيشه معروف. وعنده زوج شيرات، واحده اللي مات في رمضان الحاجه الله يرحمها ويوسع عليها. البوكسر اللي محمد وقدور، قدور ديجا كان قبض لا ليغ تاع لا بوكس في وهران، راه مريض نطلبوا له الشفاء. ومحمد خوه كذلك دار الشامبيون الجزائري، عنده كذلك كان بوكسير من بعد ولا اربيت، من بعد الان كان قبض لا ليغ. هذا هما عائلة زيتوني كلها رياضيه. ومحمد عنده ولده الهواري اللي يلعب مع في التياترو في الافلام مع ثلاثي الامجاد، هذه هي الصوره نتاعها اللي راكم تشوفوها الان. كل ينسى صورو وينسى حومتو القديمة، ما ينساهاش القبر تبقى في عقلو ديما. وانا حومتي راس العين، وانا حومتي راس العين، رحبتو ما بقاش، هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين. ديك الصورة هذا كان بيبي، من بعد نديروا عليها